مرحبا بحضراتكم مرة تانية. فن الكاريكاتير، فن الكاريكاتير فن بسيط جدا، باستخدام قلم رصاص ممكن أدخل البسمة أو الضحكة على وشوش ناس كتير قوي، ولكن بأدوات بسيطة قوي. فن الكاريكاتير بيعبر عن الواقع بتاعنا، سواء كانت القضية اجتماعية سياسية أيا كانت، ولكن بطريقة ساخرة. اسمحوا لي أن أنا أتكلم في هذه الفقرة عن مشروع ذاكرة الكاريكاتير. هذا المشروع من 2012، والهدف وراء هذا المشروع هو جمع كل الرسوم الكاريكاتير المبعثرة في صفحات الصحف، في أيضا المجلات المصرية سواء كان بشقيها العربي والأجنبي. عايز أقول لكم أن تقريبا في أكثر من 2 مليون رسمة كاريكاتير، فطبعا صعب جدا تجميع كل هذه الرسوم. ولكن معايا صاحب الفكرة وصاحب المشروع، وهو أستاذ عبد الله الصاوي، مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير. برحب بحضرتك وصباح الخير عليك. أهلا بيك. وحاجة صعبة أوي على كل المشاهدين، و زي ما قلت هي حاجه صعبه، بس ما فيش حاجه مستحيله. المشروع بدا في 2012 بفكره، يعني كانت فكره ممكن تبقى عابره لاي حد، وكان في صعاب كتير، سواء كان في التمويل، في التعامل مع الموظفين، في دار الكتب، اجراءات بقى روتينيه، البيروقراطيه اللي انت عارفاها. يعني الحمد لله في خلال ال7 سنين قدرت ان انا اتغلب على كل هذه العقبات، ومش هقول لك لوحدي عشان بس يبقى في يعني شفافيه في الكلام. كان في ناس ساعدتني، منهم الفنان الراحل احمد طوان الله يرحمه. الله يرحمه. كان من ضمن الناس يعني المؤثره اللي وقفت معايا في البدايه، وخاطب وزير الثقافه ساعتها الدكتور محمد صابر عرب، الفنان جمعه فرحات رئيس الجمعيه الحالي جمعيه الكاريكاتير، من الناس اللي ساندت المشروع، وكان عنده امل ان احنا نعيد حلم زهدي، لان اللي بيحصل ده دلوقتي هو كان حلم الفنان الكبير زهدي العدوي، اللي هو كان نفسه قبل ما يموت يبقى في مكتبه للكاريكاتير، ولكن زهدي كان بيهدف الى مكتبه ورقيه. طبعا في القرن 21 فكره مكتبه ورقيه دي فكره تكاد تكون صعبه، لان عايزه ترميم وعايزه امكانيات، فدلوقتي الديجيتال هو المتاح. فانا دلوقتي الهدف من المشروع الاساسي ان انا اتيح هذه الرسوم على موقع الكتروني يسهل للباحث في امريكا، في فرنسا، في اي دوله في العالم، ان هو يدخل على الموقع ويحمل الرسوم اللي هو عايزها. طب من 2012 لحد دلوقتي 2019، اهم الانجازات اللي عملتها حضرتك في هذا المشروع؟ في انجازات كتير. تجمع تقريبا قد ايه؟ يعني اولا تم جمع 100,000 رسم كاريكاتير، وتم توثيق منهم حوالي 4,000 رسم، معظمهم خاص برخا وصاروخان اللي هم اهم 2 من رسامين، من الرواد الاوائل، من الرواد الاوائل. وطبعا قبل سانتز وقبل سوري قبل صاروخان ورخا كان في الرسام الاسباني الاصل المصري الهويه جوان سنتيز، وده هو المؤسس الحقيقي لفن الكاريكاتير الحديث في مصر. يعني الكاريكاتير قبل سانتس كان حاجه، وبعد سانتس حاجه تانية خالص. كل اللي جم بعد سانتس بنوا على ما اسسه سانتس، لانه عمل كان دارس في فرنسا وكان بيدرس فن التصوير في مدرسه الفنون الجميله، ودرس لمحمود مختار، ودرس لمحمد حسن، ودرس لاحمد صبري، ودرس لراغب عياد. وانت لو رجعت رسوم الناس دي كلها، الناس دي كلها رسمت كاريكاتير، وده ممكن معلومه ما حدش كتير يعرفها. فجمعنا 100,000 رسم كاريكاتيري، تقريبا حوالي 100 كتاب تم رصدهم، كتب مهمه جدا، منهم اول كتاب عن الكاريكاتير في مصر لمصطفى بيك مختار، وده صدر سنه 1926. ودي كانت معلومه جديده، لان الناس كلها كانت بتعتقد ان اول كتاب هو كتاب صاروخان هذه الحرب سنه 45، فاحنا عندنا كتاب صدر قبل منه سنه 26، واللي اصدر الكتاب كان واحد شغال في مستشار في المحاكم المختلطه، ما حدش يعرف عنه حاجه، هو بالنسبه له الرسم كان هوايه. فرصد في الاوضاع في مصر بشكل كاريكاتيري من سنه 19 ل 26، ده مش كده وبس. الكتاب ده فيه اول صوره او اقدم صوره تم العثور عليها عن ثوره 19، بمناسبه بقى ان احنا في مئويه ثوره 19. فدي برضو من الحاجات الجديده. في حوالي اكثر من 30 دوريه كانت مجهوله بالنسبه لناس كتير، تم توثيقها وتم يعني الحصول عليها بالتعاون مع دار الكتب، ده مش كده وبس، يعني كان في شغل تاني تم بره دار الكتب. يعني في مكتبات في مصر موجوده حاليا فيها حاجات مش موجوده في دار الكتب، زي مكتبه العائله المقدسه، مدرسه العائله المقدسه فرانسيس، زي مكتبه الدومينيكان في العباسيه. تم التعاون مع جريده الجمهوريه، تم التعاون مع الاخبار، تم التعاون مع الاهرام للحصول على بعض الصور الفوتوغرافيه وبعض الرسوم وملفات الرسامين. وده كان مهم جدا امبارح ان الناس بتشوف لاول مره قرار تعيين مصطفى حسين بتوقيع خالد محي الدين، بتشوف قرار تعيين احمد طغام بتوقيع انور السادات، بتشوف فرق الراتب ما بين مصطفى حسين واحمد طغام. في الوقت اللي كان مصطفى حسين بياخد فيه 250 جنيه في الاهرام سنه 59، كان احمد طغام بياخد 75 جنيه في جريده الجمهوريه. فدي حاجات كلها كواليس كتيره انت من خلالها بتحاولي توثقي لفن الكاريكاتير، بتحاولي توثقي الرسامين، بتحاولي تعيدي قراءه. انا من رايي ان هو من احلى انواع الفنون، ولكن ما كانش واخد حقه بالشكل. الكاريكاتير هو فن مشاكس كما وصفه الكاتب الكبير عادل حموده، وهو من الفن يعني في بعض الاحيان بيكون مغضوب عليه، لانه عاده بتبقى ضد السياسه مثلا او حاجه بشكل عام. يعني يكفي ان اقول لك ان محمد عبد المنعم رخا
قضى 4 سنين من حياته في السجن بسبب رسمة كاريكاتير مدسوسة. هو كان رسمها، واحد كتب كومنت ما عجبش الملك فؤاد، فقضى 4 سنين من حياته في السجن. فده كفاية. معظم الرسامين في فترة ما قضوا حياتهم برا مصر، ومعظم الناس تانية سابت الكاريكاتير على الإطلاق، لأن هو في النهاية مش لازم يكون الكاريكاتير مش لازم يكون على هوا كل الناس. بالظبط. وأنا كرسام كاريكاتير، إلى جانب البسمة أو الضحكة، هو الكاريكاتير بيحمل رسالة، ودايما الرسالة تصطدم مع ناس ما. يعني لو بناقش قضية اجتماعية، قضية سياسية، قضية أيا كان، ففي رسامين يعني بتبقى توجهاتهم صعبة وبتبقى رسومهم تقيله زي ما بيقولوا كده، ولكن بحسه مرايه للواقع. يعني الكاريكاتير هو رصد للواقع، والكاريكاتير اللي بعيد عن الناس هو كاريكاتير بلا معنى، هو كاريكاتير بلا اهميه. توقفت بالمشروع بتاعي عن سنه 52 علشان الفتره دي من اهم فترات الحياه الليبراليه في مصر، فهتشوفي بقى كميه، يعني تقريبا ما كانش في جورنال بيصدر في مصر بدون كاريكاتير. طب انا عايزه اتكلم عن فن الكاريكاتير في هذه الفتره كان عامل ازاي، وبتكلم برضو عن ابرز الشخصيات اللي كانت مشهوره في هذه الفتره من فنانين يعني ابرز الناس اللي كانت موجوده في فتره، مثلا في الفتره هنبدا فتره 21 بعد ثوره 19. هقول لك مثلا كان في جوان سنتيز، ده رسام اسباني، تمام. كان في علي ريفي، ده كان فنان جركسي. كان في جرومانوس، وده رسام جه مصر فتره واللي مستمر، وده كان فنان يوناني. كان في سيفد، كان في كيم، كان في صاروخان، كان في رخا، كان في زهد العدوي، كان في هاب خلوصي، كان في احمد طغان ظهر سنه 46. الناس دي كلها بدات، يعني تخيلي بقى انت تتكلمي عن عمالقه موجوده. اللي ارسى الدعايم الاساسيه لفن الكاريكاتير في مصر ثلاثه، جوان سنتيز وعلي رفقي وصاروخان، والثلاثه على فكره اجانب، ولكن الثلاثه تمصروا. يعني اولا صاروخان خد الجنسيه 55، رفقي ما خدش الجنسيه، ولكن لما تشوف رسوم رفقي هتحس ان هو مصري وعايش في السيده. سنتيز في 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 مفارقه عجيبه، ان سانتز من فتره عصرت ليه على رسم في مجله الهلال، كانوا كاتبين عنه تعليق اول مره اشوفه، كاتبين الخواجه الشلق ده معناه ان هو كان، يعني كلمتين عكس بعض، يعني ما ينفعش يعني مع بعض. الكلمه فعلا هي مش راكبه على بعضها، بس بيوريك لاي مدى ان سانتز وصل لدهاليز الحاره المصريه. هو كان عايش في السيده زينب، وكان ليه مرسم في السيده زينب، وزي ما قلت لك اهميه سانتز ان هو اول حد رسم كاريكاتير بالمعنى العالمي بحكم انه درس فرنسا، وده ظهر في رسوم تلاميذه. مين كان تلاميذ سانتز بقى؟ محمود مختار، تمام، احمد صبري. بس بالمعنى العالمي بمعنى ايه؟ يعني هقول لك، انا قبل كده كانت الرسوم اقرب للرسوم التوضيحيه، كانت الرسوم بيغلب عليها الزجل، الكلام الكتير. لا، هو كانت رسومه بقى مختلفه، رسوم جديده بالنسبه للمصريين. اول حد ادخل البورتريه الكاريكاتيري، ان انت تشوف سعد زغلول في شكل بورتريه، ان تشوف مصطفى النحاس. اول حد عمل معرض كاريكاتير يحضره الملك فؤاد. تخيل انت عندك رسام كاريكاتير عمل معرض عن 150 شخصيه سياسيه وفنيه، سواء كان محمد عبد الوهاب، كان يوسف وهبي، كان بهيجه حافظ، الكلام ده كله. مين اللي افتتحه؟ الملك فؤاد. بيتهيألي دي حادثه لم تحدث لا قبل سانتز ولا بعد سانتز. اكبر راس في الدوله، تمام، وكل الوزراء بتوعه حاضرين معرض لرسام كاريكاتير. ده بيوريك لاي مدى الكاريكاتير كان في القمه. كان سانتز بياخد اعلى من رئيس تحرير. صاروخان كان بياخد اعلى من محمد التبعي كراتب. محمد عبد المنعم رخ كان بيرسم في 18 جورنان وجريده في وقت واحد، وهو لسه عيل عنده 18 سنه. طب كاريكاتير خوان سانتيز، يعني ايه المختلف فيه؟ يعني في الفتره دي حضرتك بتقول لي الملك جه افتتح المختلف معرض فيه ليه؟ المختلف فيه هل كان ضد برضه اللي بيحصل؟ لا لا، على فكره المعرض اللي افتتحه الملك فؤاد كان معرض بورتريهات بس. بس تخيلي مثلا ان انت بتشوفي احمد زور باشا بريشه سانتيز، كل وزير او كل حد مهم كان بيتمنى ان سانتيز يرسم له بورتريه، لان سانتيز كان بياخد الوزراء والمشاهير من زوايا مختلفه، وكان بيدرس الشخصيه وبيركز على بعض السمات فيها. عشان كده بسال حضرتك، هل هو حاجه ساخره؟ يعني هو اكيد كان حاجه ما هو البورتريه لازم يكون ساخر. البورتريه لازم يكون ساخر، يعني مثلا هو يعمل مثلا الوش بطريقه معينه، يعني مثلا هو مصطفى النحاس وليكن كان عنده حول في عينيه، فكان ممكن يركز على الحته دي. وفي بعض الاحيان بنلاقي اثنين بورتريه سانتز لمصطفى النحاس مختلفين، ده من ناحيه وده من ناحيه، ده مرتبط بحدث وده مرتبط بحدث. يعني يقدر يطلع من الشخصيه. فالاول مره مصر بتشوف النوع ده من الكاريكاتير، طبعا الفضل ليعقوب صنوع، لان يعقوب صنوع اللي فتح الباب ده. بس يعقوب زي ما قلت لك كانت رسومه بسيطه جدا، كانت اقرب للرسوم التوضيحيه، كان بيحط كلام كتير قوي عشان يوضح الرسمه، طبعا كل ما كان الكلام قليل كل ما كانت الرسمه اعمق. بتوصف نفسها او سانتز كان عنده القدره، سانتز كان عنده القدره دي. وسانتز عمل ميكس بالنسبه لرسوم المراه ما بين الجمال الاسباني اللي هو كان اتربى فيه وعاش فيه والجمال المصري. فدي كانت حاجه جديده بعد كده، حتى في ناس اخذتها من سانتز. طيب فن الكاريكاتير هو مرتبط جدا او كان مرتبط في الصحافه، زي في مصر ما كان ابو نضاره زرقاء،
يعني تمام. هذه المجلة عايز أعرف البدايات برضو كانت عاملة إزاي في الفترة دي، وإزاي كنا يعني بنشوف برضو الصحافة الأوروبية، أو إزاي كنا مرتبطين أيضا بالصحافة الأوروبية؟ أولا مصر ساعتها كانت جزء لا ينفصل عن العالم الخارجي بحكم أنها كانت تحت الاحتلال الإنجليزي. فزي ما قلت لك اللي أرسوا دعائم دول ناس أجانب، والناس دي بحالة درست في فرنسا ودرست في أوروبا، فلما جم مصر نجاحهم كان مرتبط بفكرة إزاي يوصل ده للطبقة البسيطة، الناس البسطاء، والطبقة العالية اللي هي علية القوم. في ودي شكل موازنة صعبة ودي جدا، ودي موازنة في غاية الصعوبة، فنجحوا فيها، والمجال بدأ يوسع. يعني بعد ما كان عندنا سنتر بس سنة 21 لما بدأ في مجلة الكشكول، ظهر عندي بعد 3 سنين علي رفقي، وده كان هربان من مذابح كمال أتاتورك في تركيا، وده من أهم الرسامين المجهولين في تاريخ الكاريكاتير المصري. بعدهم بسنتين أو بثلاثة ظهر صاروخان، هنا اكتمل المثلث عندي بقى. تتكلم عن 3 أجانب من دول مختلفة، جركسي تمام، أسباني، أرمني. الثلاثة دول عملوا لنا يعني صخب كاريكاتيري منقطع النظير. وبعد وعلى فكره محمد عبد المنعم رخا اللي هو اول رسام كاريكاتير مصري يحترف الكاريكاتير، يعني يحترف الكاريكاتير يعني ده اكل عيشه واستمر فيه 50 سنه. كان في ناس قبل منه، كان في ناس قبل منه، كان فيها خلوصي، كان في عبد الحميد زكي، كان في احمد حافظ عوض، ولكن الناس دي بالنسبه لهم مصطفى مختار صاحب اول كتاب ده كان الكاريكاتير بالنسبه لهم هوايه لم تستمر طويلا. انا لسه كنت عايز اسال حضرتك عن ابرز الاسامي المصريين في فن الكاريكاتير. ما انا بقول لك محمود مختار رسم كاريكاتير، ولكن هو اصلا ما كانش رسام كاريكاتير. دي كانت حاجات هوايات بالنسبه له بعض الوقت، ورسوم متحف الجزيره فيه رسوم كاريكاتيريه عن المرحله دي. رخا بنفسه اعترف بان هو اتاثر بالثلاثه، اتاثر بسانتيز، ولما شاف رسوم رفقي عجبته اكتر عن سانتيز، فساب سانتيز واشتغل على رفقي. لما شاف رسوم صاروخان عجبته اكتر من الاثنين، لان كل واحد كان له اضافه. يعني رسوم سانتيز كان ممكن تبقى رسوم كلاسيك شويه، حاجات كده بوقار، يعني ما كانش بيحقر قوي من سعد زغلول والناس ديت، بعكس مثلا واحد زي رفقي رسومه كلها حركه. ممكن تلاقي 40 واحد في الصوره، بعكس بقى صاروخان ده بقى اللي جه يعني غطى على الكل. وفي خلال سنه صاروخان اصبح الاهم على الاطلاق، واشتغل من محمد التابعي من سنه 28 فروز اليوسف حتى مات 77، اصبح صاروخان هو الاهم في مجال الكاريكاتير السياسي. يعني تتكلمي عن تراث 25,000 رسم كاريكاتيري، وطبعا تقديرا من ثوره يوليو، وبعد كده تم منحه الجنسيه المصريه للي عمله صاروخان، لان صاروخان قدم كتير للبلد في مجال الرسم، وتعرض لاضطهادات كتير كان بيحميه منها بس فكره ان هو اجنبي، وده الفرق بين مصر والاجنبي. يعني صاروخان ما انسجنش لانه اجنبي، فكان عنده جنسيه ثانيه، رخا انسجن لانه كان مصري. يعني ففي النهايه ده بيوريكي برضه ان كان في مشاكل رسميين بيتعرضوا لها، ما كانتش الحياه بالنسبه لهم ماشيه بسلاسه، وكان في كانوا بيقابلوا صعوبات كتير، وكان جدا وكان في تصادمات مع السلطه بشكل قوي جدا. ولما تشوفي مدى التهكم والسخريه على واحد زي مصطفى النحاس، يعني ممكن سعد ما يعني كان ليه وقار شويه عشان لسه الثوره شغاله وتداعيات الثوره 19، انما مصطفى النحاس من اكثر الناس يعني اللي اتبهدلهم في الكاريكاتير المصري لمواقفه. فكانت ريشه سانتز لاذعه جدا ليه، كانت ريشه رخا لاذعه جدا ليه، كانت ريشه مصطفى صاروخان لاذعه جدا ليه، ومع ذلك كان بياخد الموضوع بصدر رحب، كانت الدنيا بالنسبه له ما فيش مشكله. فكان عندي اكثر من 40 اصدار بيصدروا في وقت واحد كلها رسوم كاريكاتير. والبارح تم الاعلان عن حاجه هي الاول مره ممكن ناس ما تعرفهاش، ان مجله الاخوان المسلمين لما صدر السنه 46 هي كمان جابت رسامين كاريكاتير واشتغلت بالكاريكاتير. ده مش كده وبس، ده هم كان عندهم مشكله ازاي هيفهموا الناس بتوعهم المتشددين فكره تحليل رسم الكاريكاتير، فاصدر محمد الغزالي فتوى سنه 46 بيحلل فيها رسم الكاريكاتير. ودي فتوى نادره جدا، احد الناس بيساله بيقول له يا شيخ هو الكاريكاتير حلال ولا حرام؟ فرد عليه في حوالي 10 سطور بيفند له فيها فكره تحليل رسم الكاريكاتير. وبدات مجله الاخوان المسلمين هي كمان تنضم روزا اليوسف، تنضم لاخر ساعه، تنضم لمجلات الكاريكاتير اللي كانت موجوده. ده بيوريك اهميه رسم الكاريكاتير وازاي كان بيوصل رسالات انت ممكن ما تقدريش توصلها في مقاله كامله من 4 صفحات او من صفحه او من صفحتين. بصراحه فن الكاريكاتير اكثر يعني من رائع، يعني عايزه حلقات بصراحه اتكلم عن هذا الفن، وعايزه ارصد الفن ده من ساعه ما بدا لحد دلوقتي كمان. دي الحاجات اللي احنا شغالين عليها، ولكن يا ريت تشرفنا مره ثانيه فعلا نتكلم برضو عن ده. شرف لينا، وكل التوفيق بصراحه في هذا المشروع. شكرا ليكي، بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الله الصاوي مؤسس مشروع ذاكره الكاريكاتير، نورتنا. شكرا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بشكركم على كرم المتابعه، وصلنا الى نهايه هذا الصباح، بشكركم شكرا جزيلا والى اللقاء.